الحرب بأوكرانيا ومصير رغيف الخبز بالعالم العربي. وقت يصير حرب بأكبر مخزن القمح بالعالم، هذا بيعني أنه نقص في الطحين وبيؤدي إلى نقص الخبز على موائدنا. وظلت تمتد الحرب لو وصلت لدولة انفصالية اسمها ترانسنستريا. شو هي هالدولة وشو دورها بالحرب وليش اسمها هيك؟ بتساهم روسيا وأوكرانيا سنويا بأكثر من ربع الصادرات العالمية من القمح، أي بنحو 30% من الصادرات. وحسب منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو، فإن القسم الأكبر منها بيتم شحنه عبر البحر الأسود إلى وجهات كتيرة وعلى رأس الدول العربية اللي صارت في مقدمة دول العالم استيرادا للقمح الروسي والأوكراني. من بداية الحرب الأوكرانية زادت مخاوف في مولدوفا من أنه تكون الوجهة المقبلة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واللي زاد من حدتها وقوع انفجاري في منطقة ترانسنستريا الانفصالية المدعومة من موسكو والمتاخمة لجنوب غرب أوكرانيا، وهي منفس كمان تصدير القمح. في 25 أبريل 2022 صارت انفجارات استهدفت المبنى اللي بيضم أجهزة الأمن في جمهورية مولدوفا الانفصالية أي ترانسنستريا، بعد أيام من تصريح رئيس قسم الأعمال العسكري السياسي في موسكو رستم صاحب نظر من كييف أن المنطقة المدعومة من روسيا قد تنجر إلى الحرب في أوكرانيا. وأضاف يجب على أوديسا أن تكون ضمن روسيا، لأن روسيا بتهدف للاستيلاء على ميناء أوديسا يلي هو المنفذ الوحيد لأوكرانيا لتصدير القمح لباقي الدول، وأن تكون لها حدود مع ترانسنستريا. وتسببت سلسلة من الانفجارات الغامضة في الإقليم خلال 48 ساعة في رفع التوتر في المنطقة، عرف فيما بعد أنها تستهدف أكبر مخزن ذخيرة في أوروبا. كما استهدفت هاي الهجمات المقر الرئيسي للأمن في مدينة تيراسبول، المدينة الرئيسية في الإقليم وعاصمة ترانسنستريا، وحدة عسكرية في باركاني وهي قرية على حدود تيراسبول، والأبراج الهوائية الخاصة بمحطات إذاعة تعود إلى الحقبة السوفيتية كانت تستخدم بس الأخبار الروسية. ولم ينجم عن هذه الهجمات أي إصابات، ولكن السلطات في عاصمة مولدوفا تشيزناو وصفت الانفجارات باستفزاز متعمد لإقحام المنطقة في النزاع الحالي. اعترف بترانسنستريا فقط من قبل 3 دول انفصالية أخرى غير معترف بها أو معترف بها جزئيا، واللي هي أبخازيا، أرتساخ وأوستيا الجنوبية. وقد عينت ترانسنستريا رسميا من قبل جمهورية مولدوفا على أنها الوحدة الإدارية الإقليمية للضفة اليسرى لنهر الدنيستر تحت الاحتلال العسكري الروسي، طبعا بميل سكانها أنه يكونوا تابعين لروسيا ومش لمولدوفا. بالنسبة للدية، تظهر إحصاءات الحكومة الانفصالية الرسمية أن 91% من سكانها يدينون بالمسيحية الأرثوذكسية الشرقية و 4% من الروم الكاثوليك. أما بالنسبة للاقتصاد، تتمتع ترانسنستريا باقتصاد مختلط. بعد عملية الخصخصة واسعة النطاق في أواخر التسعينات، معظم الشركات في ترانسنستريا مملوكة للقطاع الخاص حاليا. يعتمد الاقتصاد على مزيج من الصناعات الثقيلة أي إنتاج الصلب وإنتاج الكهرباء والتصنيع أي إنتاج المنسوجات، والتي تمثل معا حوالي 80% من إجمالي الناتج الصناعي. شاركونا بالتعليقات معلومات أكثر عن هاي الدولة واللي كانت آخر القضايا بتخص هالدولة شو دورها بالحرب.